طيب دلوقتي معنا لقاء مهم يمكن تابعنا بالأمس ثاني جلسات الجلسات العلنية للحوار الوطني تحديدا اللي يمكن كان ملف الحماية الاجتماعية والاستثمار السياحي على رأس أولوياته على هامش جلسات الحوار الوطني. تم عمل هذا اللقاء مع اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق. المحور الاقتصادي هو من أهم المحاور اللي موجودة في الحوار الوطني. الحوار الوطني هو توجه جديد، دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني، دعوة مقدرة من الشعب المصري، دعوة مقدرة من كل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب، لأنها بتستهدف في النهاية مصلحة المواطن المصري، التعامل مع الواقع بفكر جديد، مواجهة التحديات، الاهتمام بالمواطن. اليوم المحور الاقتصادي من خلال لجنة العدالة الاجتماعية بيتناول دراسة المشكلات الموجودة، الواقع، التحديات، الرؤية المستقبلية، حضور مكثف من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل المفكرين المعنيين بالمحور الاقتصادي، لأن المحور الاقتصادي في النهاية هو بيصب في تحقيق العدالة الاجتماعية. كل إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية اللي بتتخذها الدولة، سواء برنامج تكافل وكرامة، إجراءات الدولة لمواجهة ازدياد الأسعار، توفير السلع من خلال المنافذ المختلفة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين، إجراءات عديدة بتتخذها الدولة في النهاية بتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. تفاعل السيد الرئيس وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات هو لتحقيق العدالة الاجتماعية. هل الإجراءات اللي بتتم النهاردة والمناقشات اللي بتتم هي بتستهدف دراسة المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، من إجراءات الدعم للمواطن، من إجراءات أهمية دعم الفلاح المصري، تقديم مقومات إعانة الفلاح المصري، نحن بنستهدف الزراعة لأن الزراعة مصدر أساسي لدعم الاقتصاد المصري.